مرحبا، قدمهم تكوين العلاقات بين أطفالنا، وقدمهم تشوف لابنك أصدقاء مخلصين أوفياء. اليوم حلقتنا حتكون عن تكوين العلاقات وأهميتها ودورنا ووين وكيف نحن ممكن نساعد أبنائنا. كيف؟ نحن مو اختصاصيين، لكن نعمل فلاشات على بعض النقاط اللي لازم ننتبه إلها بعلاقاتنا مع أولادنا، مع كراكوز العواص اللي رجعوا من السفر. بنبلش، أهلا فيكم. واحد، اثنين، ثلاثة. أمارة يا أمارة لا تطلع يا الشجرة، والشجرة عالية وانت بعدك صغيرة. يا انطلقنا. امتى الزمن يسمح يا جميل يا كراكوزي؟ ايه كراكوز حبيبي؟ ايه لا يتحرك ولا يتفاعل هذا الكراكوز؟ لك شو صار معك كراكوز؟ كراكوز ولا يجيب ايضا؟ كركريز كركروزو حبيبي حبيبي لا يستجيب، تحول الى تمثال شبع. ماذا؟ يا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، شو صار معك كراكوز حبيبي؟ فقي صديق عمري لا يتحرك. ولي ولي كراكوز مات، كراكوز مات يا جماعة، كراكوز مات. يا خاخ خاخ، لا عم يتنفس ولا من تمه ولا من كمه. لك شبك 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 خوفني، ومبرود كنت خنقتني. والله خوفني يا رفيقي وانقطع قلبي عليك يا صديقي. اخ اخ يا عواص، قديه بتحبني؟ هلا هذا صفني كله لتسألني عن مشاعري، وقطعت قلبي لتصفن بمحاسني. يا رفيقي بيقولوا انه السفر بيكشف الرفيق من الصديق. ايه وسفرتنا حلب خلتني اعرف قديه محظوظ انا فيك، وقررت انه غير حدي ما خليك. كل هالصفنة لتعرفني انك محظوظ فيي وانه عيشتك معي هنية. بتعرف يا عواص انه الصديق وقت الضيق، وانت كنت نعم الصديق. والله يا رفيقي اليوم مكسب انه يكون حدك صديق، بغنيك عن الدنيا وبيكون معك وقت الضيق، هذا مكسب، وخصوصي ها اذا كان صوته جميل مثل صوتي. ايه صوتك جميل، يعني انا مالي غيرك يا عواص، ودوم بلاقيك حدي وانا مغطاس. فشكرا يا اخي ويا رفيقي، ويا رب دوم تضل مكسبي بحياتي وطريقي. يعني هلا قلبت لي اياها دراما ونسينا نسلم على الاطفال الحلوين بعد غيبه شهرين. اي والله بس ليك ها، شو رايك يكون موضوعنا اليوم عن الاصدقاء مثلك يعني مثلي؟ حاضر، تعال نسال هالاولاد الحلوين. مرحبا. أهلا. مرحبا يا اصدقائي الاطفال. اهلا. نوركم شو عمل؟ طفى الكهرباء. اشتقتولنا اكيد ام ايه؟ هالان سنبدأ الان بالتعارف يا اصدقائي الاطفال، لنصبح جميعا شلة جميلة ونحضر مونديال كأس العالم. جاهزون؟ نعم جاهزون. يلا سنبدأ من اليمين. من اليمين؟ يمين. من عندك انت؟ انا ليمار. ليمار؟ ايه شو اسمك ليمار شو؟ انا بلسي. احلى وسهلا. واللي جنبك؟ وسام بيك. وسام بيك؟ عيني عليك. وسام بيك انت؟ ايه. واللي جنبك؟ يوسف. اهلا وسهلا سيد يوسف. اللي بعده؟ يوسف كمان. لا يوسف سمعتك انا. اللي بعدك؟ يوسف كمان. انت ايضا يوسف؟ ايه. يا عيني عليكم انتم الاسنان كلكم. هي يلا اللي بعده كمان. كرم. مو يوسف يعني؟ لا امانه خليك يوسف. صير ثلاثة يوسف، طلع عنا جائزة. تالا. صار عنا يوسفين على اليسار مهي، وتالا أفاهون يغسل العين. إلا أنت كرم نزعت لنا التريسة تبع اليوسفيات. كنا شلنا يوسفي بعد ما خلصنا. أول شيء كل واحد منكم بدي يقول لي أقرب صديق أو رفيق له، وكيف تعرف عليه؟ جاهزين؟ جاهزين. هالمرة حنبلش مع عند تالا، بالمقلوب رح نرجع. تالا. عليا. عليا جميل اسم عليا، احب جميل عليا، هيك بتحسي يعلو 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 ويا طيب.
ايه وكيف تعرفتي على عليا؟ 2019 يا عيني على التواريخ الدقيقة أنت. ومتى كان ذلك؟ أي ساعة؟ كانت الدنيا عم تمطر شيء؟ لا كان؟ كنا بشهر آذار. بآذار أعياد وآذار؟ لك كنا على جرحك، شو بدك بآذار ومدري مين؟ بتعملي تقويم سنوي أنت؟ هي عم تحكي هلا. إيه إيه عليا كي وين تعرفتي عليها؟ بالمدرسة؟ إيه. وعليا جميلة وشطورة؟ لا لا ما حدا بيحكي عن فيت انا لست جميل. هلا اذا سمعتك شو بصير فيها يا حرام؟ ما بتكسي بخاطره؟ لا خلص اتركها اتركها، لا تركز كثير على الموضوع بتزعل ولا ايه. والله معك حق. اذا عليا صديقتك يا تالا اليس كذلك؟ ايه. وانت نزعت لنا التريسه كروم؟ عبد. اللي عبد اسمه عبد؟ ايه. عبد ماذا؟ عبد الكريم رمضان. عبد الكريم يا عيني، هذا ما انتو كريم كثير بيعزمك على البسكوتات وعلى الشيبسات وعلى مدري مين قضينا ما هيك؟ لا بعكس كنيته. لا شو قصدك شعبان يعني بدر رمضان؟ قصدك بعكس اسمه مو هيك؟ ايه. لانه عكس كنيته بيطلع شهر ثاني. ايه يعني شو بيعمل لحتى بعكس كنيته؟ بخيل. يا لطيف. وانت بكامل قواك العقليه عم تحكي عن فيها كلها؟ ايه. يا حبيبي ممكن تخسروا بعد الحلقه. مشانك. عادي؟ بيجي بداله. لا هيك بتتعامل مع اصدقائك؟ عم بقول لك اوفى صديق لك واقرب صديق بتقلي بيجي بداله؟ لانه هو ما حيروح. ليش ما حيروح؟ ما بعرف. لانه 100 مره استعمل. ما معه اجار سيرفيس، انا بعطيه 200 ليره ما في مشكله. باخذها منه. باخذها؟ لا انت طلعت انت اللي عم تشنع فيها المصاري، مو لانه بخيل، هو يمكن حريص على فكره، لانه انت متعود تاخذ منه، معوفه حاله يمكن ما مخلي معه ولا ليره. مو هيك؟ بلا. اعترف اعترف. يلا هلا نرجع عند اليوسيفوس. يوسفوس يوسف يحيى. شو يحيى؟ اسمه يحيى. فكرت عم تحكي نبي تاني. اهلا وسهلا يحيى. 2017 يحيى. 2017 مواليده؟ 2017 2017. شو بالمدرسه معه؟ ايه صف. وشو صفاته لهذا يحيى الجميل الظريف؟ كريم وذكي. كانك عم تعطي على فيه ولا كرام. اللي قصدك هذاك مو كريم عبد جاكر وما هيك؟ كريم وشاطر وذكي. يا عيني عارف في الشغله النفه. ايه شو يعني هيك موقف هيك حبيته كثير لصديقك يحيى؟ ايه بحبه. موقف احكي لي موقف بينك وبين يحيى. مثلا بدافع عني وقت اعلق مثلا انا واولاد بالمدرسه. وليش بتعلق انت الاولاد بالمدرسه؟ ما بعرف مين بيضلوا يعلقوا فيك. هن بيضلوا يعلقوا فيك، ما هيك؟ انت مسكين يغسل العين عليك، انت من لما شفتك ما انت كثير مسكين. ايه عملن عليها الحركتين. يوسف الاخر حيدر. ومتى تعرفت على حيدر؟ لا تقول لي ب 12/5 سنة 2004. 2018. شو كان يوم؟ مشمس ولا ماطر؟ مشمس. حلو، واين تعرفت عليه؟ بأينون. شو بأينون؟ شو هذا أينون هذا؟ شو هذا أينون؟ هذا رمضان. أيلول 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 قصده. قصدك الشهر يعني؟ ايه. ايه وكمان بالمدرسة ولا بقلو ما بكون مسكر المدرسة ولا بالمدرسة. ايه شو صفاته لحيدر؟ شاطر. ايه كريم. ايه كلكم يخزن العين بحب الجيب والبطن. شو اخر وحدة؟ محب لي اصدقائي. حبيتها هي اخذة من درس التعبير بعينتك مو هيك؟ عاشتك عاشتك كنا ذكر للاطفال بحاله. ايه واللي بعده؟ بيك. بيك؟ وسام بيك. وسام بيك؟ مين صديقك؟ عدنان. عدنان ولينا ولا عدنان لحاله؟ عدنان ولينا. اثنيناتو؟ انت تعرفت عليهم؟ وسام وسام. ايه حبيبي ما عم نحكي على افلام الكرتون، صديقك بالحقيقة مين هو؟ عدنان. اسمه عدنان؟ ايه. امتى تعرفت عليه لعدنان؟ هلا. امتى هلا؟ وين وليش هو؟ في حدا برا اسمه عدنان؟ ببيته. وين؟ ببيته. لو كيف تعرفت عليه هلا وهو ببيته؟ هلا وسام. وسام وسام حبيبي انت رفيقك اسمه عدنان تمام؟ وهو رفيقك مو هيك؟ ايه. وانت تعرفت عليه هلا ما هيك؟ ايه. وهو ببيته هلا ايه. كيف صارت هاي؟ اخ يا راسي كراكوز. هدي هدي انا بفهم لك منه. وسام عزيزي عدنان صديقك ما هيك؟ ايه. وتعرفت عليه هلا؟ ايه. وهو هلا بالبيت؟ ايه. يعني كيف هي صارت؟ حدا يفهمني؟
كيف يعني؟ بالسنة الماضية مترفع أو بالحارة مثلا ولا هلا؟ ايه وانتو هيك رأيكم؟ أنا هيك رأيي. وسام قديش عمره صديقة؟ قديش؟ صديقة يا 10 سنين. ايه وانتو قديش عمره؟ أنا 5 سنين. يا لطيف على الصداقة. هذا أجيال هذا. وين تعرفت عليه لعدنان طيب؟ بالمدرسة. هلا وبالمدرسة تعرفت عليه؟ يا عيني عليك، عندك القدرة الزمنية فظيعة. احكي لي عن صفاته لصديقك عدنان. صح؟ ايه؟ كيف يعني بيعمل كل شيء صح؟ بيكتب كتابة صح. بيكتب كتابة صح، شطور بالكتابة، شو كمان؟ وبيطلع على اللوح، بيكتب على اللوح منيح. بيكتب على اللوح منيح، برافو. شو أكثر صفة بتحبها بعدنان؟ يكتب على اللوح صح. إنه بس إنه بيكتب صح؟ ايه. انت بتحب الصديق الصح في الوقت الصح في المكان اللي ما بعرف اذا صح، لانه انت تقول انه هو الان هنا، اليس كذلك؟ نعم. شكرا يا وسام بيك. وانت يا صديقتنا الاخيره. ريام امجد برهو. شو ها اسمها؟ ريام. ايه كنيتها ريام. هي ريام. ريام شو يعني هالاسم؟ عين الغزاء. لك ريام عين غزاب؟ حظي؟ ايه. اول مرة بسمع على القصة. هلا هي قالتلي بس ما بعرف اذا صح ولا لا. هي عم تضحك عليكي بقى انت. طيب ريام، ماذا يعجبك بصديقتك ريام؟ يوم رفيق وجميلة. بس. تمام. شو بتحبي فيها؟ بتكون كريمة ووفية وبتحب اصدقاء كثير يعني. حلو حلو جميل، هذه هي ريام ذات العين الغزالية. طيب كيف تعرفت عليها؟ بالمدرسة. كلكم تعرفتم على أصدقائكم بالمدرسة؟ أليس لديكم أصدقاء في الحارة، في البيت، في الشارع، أخوات، أولاد عم، أولاد خالة؟ أصدقاء أصدقاء يعني تعتبرونهم كأصدقاء ولو إن كانوا من العائلة؟ بلى. مين؟ حسين. حسين؟ ليش ما جبت سيرته طيب؟ شو سيرته؟ وين هذا حسين هلا؟ وينه؟ بالبيت. شو عم يعمل؟ عم يدرس. وكيف تعرفت عليه لحسين؟ ابن خالي. ابن خالك؟ متى تعرفت عليه؟ ولو ابن خالك يعني؟ هيك فجأة طلع ابن خالك بوشه؟ هو من عمري. من عمري. من عمره؟ يعني خلطوا سوا؟ ايه. يا لطيف، يعني لما خلطوا ايه؟ بطل امي دغري لعنده هلا. خبطوا روسكم روس بعض. ايه. الله يكون مع اهلكم، وخالك مبسوط بهالحالة؟ لا. بعرف يعني شو هو ابن خاله تعرف على بعض بذاتي وقت نفس الوقت. الله يكون بالعون. مين كمان عنده اصدقاء؟ احكي لي هذا صديقك ابن خالك شو صفاته الحلوه غير انه بيقعد بالبيت؟ هو بيقعد بالبيت وانت بتطلع لبرا. ما صفاته الحلوه انه بيعمل كل شيء سيء. نعم. شو صفاته سيد راسي؟ شو بيعمل؟ قلي قصدك يعني بعلمك كيف ان لا تقع بالاخطاء، ليس كذلك؟ كرم؟ نعم. قديش عمره؟ انا 14. ايه انت مشاكس؟ وابن خالك مشاكس؟ لا. طيب ماذا يفعل؟ ماذا اذا كان هو يعلمك الاشياء اللي مصح؟ لا بيعلمني على الاشياء اللي... كيف بيعلمك على الاشياء الغلط؟ هذا اعتراف صحيح انه اثنيناتكم عم تعملوا الاشياء الغلط. لا بيعلمنا بصحح لي الاشياء الغلط. بصحح لك. وقديش عمره دخله؟ كمان 14. فكرتك بدك تقول لي غير شيء؟ بدي اسالك اختبرك. والباقي يلا مين عندكم اصدقاء؟ احكوا لي عنهم يلا. انا يوسف. يلا دانيال. دانيال. واين تعرفت على دانيال؟ في الحاره. بالحاره، وكيف تعرفت عليه؟ جيران. هو ابن جيرانكم؟ ايه. طيب هيك يعني ما بتتذكر كيف اول مرة التقيتوا سوا؟ لا. طيب هلا اهاليكم بشجعوكم انكم تتعرفوا على رفقات جداد؟ ايه. كثير يعني؟ يعني ما بيقول لكم مثلا خليكم بالبيت، بلا لكم الاولاد الحارة، بلا لكم رفقات؟ لا. ولا بيقول لكم رافقوا فلان لا ترافقوا علان؟ لا.
هذا في مو ظابط، هذاك في منيح، هذا مو منيح، هذا طويل، هذا قصير. ايه احكي لي بلا بلا، احكي لي مثل شو صار هالموقف؟ اهلكم يعرفون جميع اصدقائكم؟ لا. شو هالاجماع هاد؟ ايه ليش طيب؟ انتوا نعم انتوا ما بتخبرون ولا هن ما بيسالوكم؟ هل ما بتخبوا عليهم؟ ما بيسالونا. ما بيسالوكم ابدا؟ ابدا. اقول لك من تصاحب، اقول لك من انت، ما بيقولوا لكم هالمقوله العظيمه؟ لا. ايه بيقولوها؟ لا ما بيقولوا. حيرتوني، بيقولوا ولا ما بيقولوا؟ لا. ليمار حلي لي اياها، بيقولوا ولا ما بيقولوا؟ ايه. وسام بيك؟ ايه. ايه خذ العين عليك انت. ايه طيب هلا وقت بيقول لكم انه هذا الصديق لا نريد ان تصادقوه، شو بيكون موقفكم؟ حزينين. انت جبتوا شو؟ حزينين. اذا كان منيح بنحزن. ايه. اذا كان سيء بنفرح. طيب في شيء مره كان صديق منيح وقالوا لك اهلك انه ان لا تصاحبه؟ لا لا لا. ايه لا. مين اللي قال ايه؟ اكيد كرم. كرم معروفين. وهذا صديقك المنيح كيف كان منيح مثلا يعني؟ كان يعمل بس 10 خناقات بالاسبوع؟ لا. كان بس يضرب اولاد الحاره؟ كان كل يوم يعزمني لعنده على البيت. نعم؟ طلع كل شيء برات ونقعد ناكل. اخ يا حبيب كرشك انت، اخ منك. المهم عندك الكرش. طيب ليش كانوا اهلك شايفينه مو منيح اذا هو كل هالقد كريم؟ عايزين اخر، لانه مره زتني بركه مي. يا زلمه انت عشان شو؟ بركه مي. بركه مي؟ انت دفشك عليها؟ ايه. وانت شو عملت وقتها؟ دفشته كمان؟ لا انا شكيت. طيب ممكن ما تقرب علينا كثير مشان ما توصل الريحه لعنا؟ طيب ماشي، مين يحكي لنا موقف اخر؟ غير صديقه السيء لكرم افندي. صديقات ليمار صديقتك؟ هلا انا عندي كثير اصدقاء، ما فيني احدد وحده. كثير اصدقاء مو مناح؟ لا مناح. اهلك بيعرفوا فيهم كلهم؟ ايه كلهم كلهم؟ ايه كلهم كلهم؟ ايه. ولا واحدة ما بتقولي لنا عنها لاهلك؟ ولا مرة بخبي، انا ما بخبي شيء عنها. طيب في مرة امك قالت لك هذه الصديقة لا نريد ان تخرجي معها؟ لا ابدا؟ لا. وانت يا تالا؟ انا؟ ايه حاسك عندك كلام بدك تحكي، ما عم تحكي، احكي يلا وليدي. بيسان. شبهي بيسان. غليظة وثقيلة. وانت ليش مرافقتيها اذا هي غليظة وثقيلة؟ لأني بحبها. لأنك بتحبيها؟ أو لأنك أغلظ منها؟ لأني اعترفتي تمام. ايه طيب. طيب هلا سنختتم هذه الحلقة بطاقة إيجابية. جاهزون؟ نعم. سنسامح، حتسامحوني يسامحكم كل شيء حكينا، تمام؟ ايه. ايه. سنختم هذه الحلقة بأشياء إيجابية وجميلة، هل أنتم جاهزون؟ نعم. هل أنتم جاهزون؟ جاهزون. وبدكم تسامحوني على أي كلمة أنا وصديقي هيك عوازه طلعت هيك بالمزح وغير مقصودة، لأن نحن كمان شوي أصدقاء وعندنا شوية غلاظات. وأنتم كلكم حلوين بتستاهلوا كلام حلو. هلا حنبلش من عند تالا وهيك وأنا ريالة ورا. كل حدا يوجه رسالة لصديقه الغالي ويقول له ماذا يريد. بلشي تعالى. أنا؟ ليش أنا بوز المدفع؟ بلشي من عندك. أول شيء فكري مين هي صديقتك وماذا تريد أن تقول لها، ولا تقولين الاسم بس هيك وجهي الرسالة. استمر على اللي هي عليه لأنه شيء كثير منيح، وتعلمني كيف عم تعمل. بتحبي تقولينا مين هي شو اسمها؟ لا. ايه شو بتحبي تستمر بماذا تفعله هي؟ وشو كمان؟ بس. طيب واللي جنبي؟ كرم. لا يستمر على الشغلات اللي عم يعملوها. عرفته انا بدون ما تقولي مين هو. هو نفسه ولا غيره؟ نفسه. طيب يلا يوسف اليوم هو سيف. يلا يستمر على الشغلات اللي عم يعملها لانه هو دائما بضل منيح. حلو حلو تمام، كلكم بدكم تستمروا يا زلمه العين، مستمرين انتم. ايه وجنبك يوسف الاخر؟ يستمر على الشطاره والكرم. ايه اهم شيء الكرم. انت اهم شيء. شو الحسنات؟ حلو حبيت كمان. شو لسه كمان؟ بس. ايه هلا بنجي عند مين؟ بيك. عندي وسام بيك اللي تارك صديقه بالبيت اللي تعرف عليه من شوي. وسام بيك قول لي يا وسام بيك شو حابب تقول لصديقك؟ عندي صديقين، صديق اسمه بيسان وصديق اسمه عدنان. ايه احكي لي عنه، شو بتحب تقول له رساله؟ بحب انه
تصرفاته حلوة بيتغلظ شوي بس بطريقته صح. حلو حلو. ايه شو بتقله؟ انه طريقتك صح وكتير حبيت احكي معك وصير رفيقك. اجي معك على البيت سلم عليك وروح على بيتي. يا الله ما ألزك انت وصديقك وصديقتك الاخرى هذه بيسان، ماذا تريد ان تقول لها؟ انه كل مرة بس هنن عم يعمروا المطبخ بس. ايه بس هلا ايه ما خلصوا، بكرة بيخلصوا ان شاء الله، وبعدين بيجي لعنده وبلعب معه. عم تصبرها انت، برافو عليك يا ابو طارق. صفقولي لو وسام لابو طارق، صفقولي، برافو عليك. هلا بنيجي لعند ليمار. يلا يا ليمار تحفينا. بشكرها انه كل شيء كانت تعمله معي انه تستمر بالعمل الخير. حلو، اذا وانتم ايضا يجب ان تستمرون على فعل ماذا؟ الخير. هلا سنودعكم ونستقبل الاهالي، الله يسترنا. يلا بخاطركم رايحين نروح، شو بدكم تعملوا؟ استروا ما شفتوا منا وسامحونا. بخاطركم. مرحبا. اهلا وسهلا. مرحبا يا امهات. اهلا وسهلا. كيف حالكم يا امهات؟ الحمد لله. شو طابخين اليوم؟ شو ما بدك. ايه شو يعني في ابره؟ عندنا كل شيء. كبه كبه كبه، في كبه؟ لا. اذا في كبه والله لغششكم الاسئله كلها، ما اسالكم ولا سؤال، في كبه؟ لا ما في كبه. لك دغري بعت البرنامج وبعت الاسئله وبعت ثقه الاطفال فينا وبدك تغششهم بالاسئله؟ لا لا بس يعني هاي كبه كنت حسبت حساب الاولاد يعني ما كان صار شيء. ايه كن هلا كن. ايه لنحكي هلا مع الاهالي ونناقشهم بهذه المعضله الكبيره. اهالينا كنا عم نحكي انا وصديقي عواض عن الصداقه وبعدين تناقشنا مع اطفالكم بهالخصوص. ايه هلا بدنا نسالكم انتم شو بتعرفوا عن اصدقاء اولادكم؟ كثير شغلات. مثل شو بيحكوا لنا؟ هي انتم بتعرفوا كل اصدقاء اولادكم؟ هلا لا والله على الاغلب بنعرف. بالنسبه لي ابني وحيد فكتير بهتم باصدقائه، بهتم مع الرفقه لانه الرفقه كتير لها تاثير بالحياه. الرفيق المكويس بيحكي كلمه سيئه اللي كتير بياثر بالاطفال، هي اللي بيكون دافع للشطاره، دافع للكسل. حتى على مستوى التواصل الاجتماعي لازم تهتم، حتى رفقات ابنك في منهم ما بتعرفهم بيكونوا على الالعاب اللي بيلعبوا فيها. طيب ابنك عنده هاي الاصدقاء؟ هلا مرقت فتره مثلا غير رفقات الواقعيين، رفقات مثلا بيقول لي ماما هدول على النت هذا اسمه كذا. انا ما بحب هالشغلات هاي يعني، فبحاول دائما ابعده لانه شخص مجهول ما لازم يتواصل معه. علم، هاي نقطه تحترم ويعني انت مشكور عليها. طيب مين كمان بيعرف عن اصدقاء اولاده؟ قريبين بنعرفهم هلا بالمدرسه شيء. ايه بعد وضمن الجو السكني يعني محل ما انا ساكنين، في صديقه مفضله لبنتي وفي صديق مفضل لابني، بعرفهم. تماما. طيب سؤال هلا من وجهه نظركم ومن وجهه نظر التربيه والتعليم، يعني انتم كيف علمتوني تعاملوا وشكلوا علاقات او كيف هيك بتشوفوا الموضوع؟ هلا بشكل عام مثل ابني بحب الناس اللطفاء. ايه بس ما بحب العدائيين. اللي أماني من هو ابنك؟ أي واحد؟ ابني يوسف ديب. يوسف؟ أي يوسف، لا بأس به. هو لطيف وبيحب اللطفاء، ما بيحب المشاكسين اللي بيلعبوا كلعب الصبيان، شفت دائما مثلا على ضرب أو قتال أو كذا. تماما، بس بقولوا يعني ضروري الولد كمان يحتك شوي مشان إنه هيك يكتسب بعض المرونة. نوعا ما، بس لعب الاولاد كثير صاير مشاكسين، فبقول له بعد عنهم. انا احيانا بيضطر مثلا بيعتدوا عليه ولو ناس بالضرب، مثلا بيقول لي ماما شو رد لهم بالضرب، انا برفض هاي الفكره، رد بالضرب لانه بتعلم العدائيه. فدائما فابني احيانا بيزعل بيقول لي ماما لا لازم دافع عن نفسي، بقول له ماما معلش ماما روح للاداره
روح للانسة. طيب انت بتحسي انه ابنك بيتجاوب معك بهالخصوص ولا بيضل على مضى؟ بيتجاوب، بيبكي شوي احيانا بس بيتجاوب بعدين، بيعرف انه العدائية كتير بشع، كتير بشع. تماما. هلا بدنا باقي الاراء، بدي اسمع لسه في اصوات ما سمعتها. وينكم؟ سمعوني صوتكم. هلا بتحسون بشكل عام حسب اعمارهم بيميلوا للاطفال القريبين منهم بالهوايات؟ ايه. مثلا ابني رفيقه بيلعبوا مع بعض كرة قدم، يعني شكلوا فريقين في ملعب. تماما. بنتي في عندها فئة مفضلة بعيد شوي. ايه. يعني زيارات، يعني لعب البنات. تماما. وانتي؟ مين قالي؟ انا؟ ايه. انا ابني هي اول سنه له بالروضه، تجربه جديده بالنسبه له، ولسه هلا عم يفوت جو الاطفال والاصدقاء وهيك. هلا انا عم حاول اعلمه شلون يكون رفقات، شلون يسلم عليهم. احيانا شفنا بنت جيران مثلا نازله على المدرسه الصبح انه الا صباح الخير كذا. هلا بالنسبه له هي تجربه جديده. هلا بساله كثير عن رفقاته بالمدرسه، اكيد انا ما بعرفهم، بس بيحكي لي هذا لطيف، هذا بيحبني، هذا بيلعب معي، هذا بياخذ لي المحايه. يعني هاي الشغلات بحاول انصحه لكل موقف شو يتصرف بشكل يعني كتير مبسط. يعني حاليا لهلا ما هو تجربه صدفه لسه قلتي له هلا رفيق بلا ولا لسه الموضوع هالآلية ما استخدمتيها معه؟ لا لسه، لانه حاليا رفقاته بالمدرسه كلهم من عمره يعني ما عندهم هذا الشر ولا عندهم هي الاذى. رفقاته بعضهم اطفال مثل انضاف لساتهم، فانا بتصور انه لا حلو انه يكون رفيق مع الكل. حلو. واريد اخر رايي ان اسمع ايضا، تفضلي. نعم انت. انا بالنسبه لي يعني حقول انه هلا ام وكجده وكمربيه. أيوة انا جده، لانه إيه؟ انا اولادي كبروا ما شاء الله وقطعوا هي المراحل هلا. بس انا بالنسبه لي لما بتذكر بالماضي يعني ربيت اولادي إيه؟ طبعا الاطفال هن بيختاروا لحالهم، بيكون عندهم كميات كبيره، بعدين بيصير عندهم انتقائيه وبيصير في عندهم اصحاب. حاول انا اتعرف على اهل الناس مو بزيارات، يعني على الاقل انه يجي الطفل لعندي على البيت، او اذا كنت يعني الجو عندي امن وكذا، وابعت ابني لعندهم، فتتكون الصداقه اكبر عن طريق الاهل. فنحن بنقدر يعني نعرف هالاهل اذا كانوا يعني جديرين بانه يكونوا يعني اهل اولادهم رفقات اولادنا. انت هيك شاركتي مره انه انت انتقيتي لهم اصدقاء، قلتي لهم انه هيك عرفتي على اشخاص، بتتركي حريه اختيار لهم بهالموضوع؟ هلا طبعا نحن اولاد رفقاتنا، نحن يعني مثلا انا زميلاتي او رفقاتي لما بروح لعندهم اولادهم حتصير صداقاتهم مع اولادي. ايه؟ مو اختياريه بالنسبه لهم، بس طبعا اذا ما تفاهموا او ما صار في توائم يعني عادي، ما بنجبرهم على العلاقات نهائي. طيب هلا انتوا مع انه يكون عمر صديق منكم اكبر او اصغر، ولا كيف بتفضلوا الموضوع؟ لا هلا شوف، مثلا انا ابني في جي اولاد جيران اكبر منه بمليح 3-4 سنين. تمام. بالعكس لازم الولد يكون عنده اكبر واصغر، اكبر بيتعلم منه بالعمر اشياء بيسبق وقته. واصغر كمان مثلا بتلاقيه مع اولاد خالته اصغر منه ب4-5 سنين، بيعيش طفوله مثلهم 5 سنين. وقت بيقعد مع الكبار بيقعد مثل الكبير، بيتناقش وبيتعلم شيء لازم يكون عنده من. طيب والاكبر يعني بتحسي هيك صح التعامل بيكون معه عم بيقدروا يتفاهموا سوا؟ طبعا. يعني بيكون ايجابي للرفقه هي؟ لا بيكون ايجابي طالما في مراقبه، طالما في ابنك بيجي بيقول لك ماما مثلا تحدثنا هيك، او بتعرف الاطفال مثلا ولاد الجيران يعني مين هن شو تربايتهم. حاسي هالشي انه كمان يعني هيك انت تركتي له حرية سوى تحت المراقبة؟ لا كيف تحت المراقبة، انه بعرف الاشخاص اللي بيقعد معاهم شو تربايتهم شو بيئتهم. بعلم ابني دائما على الصراحة، يجي يقول لي مثلا ماما صار هيك صار هيك، وانا بوجههم، بس ما بقول له مثلا اقطع مع هذا الولد او ما تقطع، مثلا خفف ماما، او مثلا ماما رأيك تصرفه هذا صح اللي عمله اكبر منه. لا لازم يكون دائما الاهل على علم بكل شيء. طيب هذا السؤال بوديني لسؤال اخر، اريد منكم جميعا ان تجيبوني عليه بدون ما لكم جاوبوا. هل حصل انه انتم شفتوا صديقكم لابنكم يعني سيء وانتم نصحتموه، وشو صار بهيك؟ كل حدا يحكي لي عن هالموضوع. من ام كرم، سنبدا من ام كرم. هيا كرم. ابدا ما عنده اصدقاء مناح ابدا ولا غليظين ابدا ابدا ابدا. بكفي هو عديها يا ماني عديها بهيك بتصط عالي. بكفي مين؟ هو كتير غليظ. يا ويلك من حرام عليكي، شو كسرتي خاطره للولد؟ يا
يعني هو بالبيت عنا كثير بيتشقوا ورش ورش يعني حرش بيتشقوا بيمثل ايه؟ كثير بيضل يحكي بيضل زي يعني هيك بيمثل ضلين ساعة يقول لي مثل ما بده يمثل ايه هو بيخجل اجباري هاي الشاشة والكاميرا كلها عم هيك إلى وهرة طيب هلا حكينا عن هاي القصة تبع انه صديق سيء وكيف تعاملتي معه هل سمع الكلمة؟ لا ما سمع الكلمة هلا انا عندي ثلاث نماذج هني حكوا كل ايه؟ واحد عنده نموذج او واحد او اثنين انا عندي ثلاث نماذج يعني انا عندي ثلاث صبيان وكل واحد بعمره بمرحله وكل واحد له طبعه واخلاقه يعني عندي كرم بيسمع الكلمه بقول له مثلا لا تحكي مع هذا او هذا مو كويس بيسمع الكلمه ما بيناقش يعني قديش اعمارهم ابنائك الايه في عندي عاشر تماما كرم ثامن وفي صف خامس حلو والثلاثة صبيان والثلاثة شقوي بس عندي أكبر واحد هذا ما بيرد أم الصبيان أنتي هذاك بقول له أبو البنات وأنتي أم الصبيان بتعاني نفس الشيء أنتي الصبيان كتير صعب تربيته طيب هلا أنتي يعني استغربت قلت لي كرم ما ترك أصدقائه وبس نفس الوقت بيسمع الكلمة كيف هي؟ لا هو ما تركه نهائيا يعني هو بيحاول يتواصل يعني شلون يضل في مثل ما بيقولوا خيط بيناتهم مرحبا أهلين عرفت تماما يعني لحتى مثلا يعدي مرحلة العقوبة اللي أنا بالأساس حطيت له إياها لأنه تصرف وتصرف ما عجبني وبعدين بيرجعوا بيلتقوا مع بعضهم هو عم يسمعك أصلا هلا هو هني هو أساسا هو أصلا هلا سامعك سمع شو حكيت يعني والله يكون بعونكم شو بصير يوم البيت كل يومتكم مظبوط يلا رأي آخر هلا الصداقات واختلاف الطباع والاعمار هي لها ميزاتها دائما يعني هلا ممكن انه احيانا انت بتفوت عن طريق صديق ابنك لتحقق شغله بدك اياها طب قصدي انت جربتي هيك مثلا موضوع انك بعدي اولادك عن اصدقائهم بمرحله ما احفادك كذا ولا هاي الآلية ما استخدمتيها وللتنوي أبنائكم يصوروكم بالكنترول هروا التصوير بالكنترول ما خلوا شيء بالكنترول ما تصوروا وانتوا طالعين فتحملوا هلأ فرجوني كيف كنت تحكوا هيك بمصداقية يلا بالنسبة لل إنه نطلب منهم يبعدوا عن واحد من الأطفال طبعا ممكن نطلب منهم وبيأخذوا بيعطوا بيناقشوا طبعا بيرفضوا أحيانا بس بالآخر بيستجيبوا يعني لرغباتنا عادة على اساس انه عندنا خبره بس على اساس عندكم خبره هذا حبيت هاي النقطه انه تنويه انه قد لا تكون الخبره كافيه ايه. حبيتها بس حقول لك شغله انه قولي لي الطفل يعني عاده بيئه المدرسه بمكان معين مثل ما قالت الزميله انه سكني بيكونوا متقاربين بمستوى واحد اجتماعي بمستوى ثقافي واحد والاهل اجمالا هالايام يعني كلها عم تتطور عم مثقفه كلياتها ما عاد في هذاك الجهل وهذاك يعني صار حتى مثل ما قلنا النت وال بس هذا كمان بودينا انه في كثير اطفال عم يتعرفوا على اصدقاء سيئين بنفس الاسباب اللي ذكرتيها ليصير في وعي صحيح قلت لك وبالاخر نحن بنتدخل باللحظات الهامه بنتدخل طبعا احد احكي لي هيك مثال مثال عن التدخل انا صارت معي بزماني انا اشتغلت انا كنت مدرسه تمام وشفنا اطفال يعني كانوا او تلاميذ يعني كانوا يطلعوا من الحصه ويضلوا برا وبالاخر لاحظنا انه كانوا عم يتفرجوا على اشياء بالمالتي ميديا ما كان لازم تكون موجوده طبعا لما انا بتذكر انه خبرنا الاداره واجوا فتشوا معهم لقوا سيديات وكذا طبعا الطفل كثير ترجانا انه نحن نخبي الموضوع يعني وانا صراحه هدفنا انه نحن يبطل مو هدفنا نعاقبه لذلك اخذت منه وعد انه ابدا ما بقى يعمل هيك وصادرنا السي دي وبس يعني اكثر من هيك ما عاد بس ما فينك تضمني انه هو جد ما عاد استخدم هالشيء صحيح بس انا عملت يعني شوف انا كمان اذا عاقبته كمان ما بضمن اذا عاقبته ما بضمن بس وقت اللي خليته يعطيني وعد وبسبب الخجل واحترمته قدام الناس ما خليته ينهان لازم يكون صار عنده شيء ايجابي انه يبطل طيب لا ترفع لك القبعة جدا هلا برأيكم انتم شاطرين بالحساب كم رأي لسه ما سمعنا بهالموضوع رأيي كمان لسه يلا تفضلوا سمعونا بسرعة يلا بسرعة السؤال كأنه أخذ أكثر من تشعبات رح أرجع للسؤال الأساسي اللي سألتنا يا أنه رافق أكبر أو أصغر أنا بالنسبة لابني بما أنه هو بيئته حواليه كلهم أكبر منه
فانا ما عندي مشكله اذا رافق ناس اكبر منه، وكمان المفروض انه يرافق اصغر لحتى يتعلم منهم، يتعلم كيف ينتبه على حاله ومن تصرفات الاطفال. طيب هلا انت حكيتي عن النقطه وهي ايجابيه، بس طيب كيف تقنعي لابنك اذا في صديق مثلا من هالاصدقاء هو انت شايفتيه سيء او تعامله ممكن يكون يعني يلبك لك تربايتك لابنك، شو بتعملي بهالحاله؟ ايه رح اقول لك عن شيء، انا بصراحه ما بنتقد الشخص بنفسه، بنتقد التصرف تبعه، يعني بمعنى اذا طفل قل الادب قل له هذا الطفل عم يعمل هالتصرف وهذا التصرف ما له مؤدب، فانت ما بصير تعمل مثله. ابني عنده اسلوب كثير بيقلد اللي حواليه، ايه؟ كل شيء بشوفه كوبي بيست دغري، لانه صغير طبعا لانه طفل، فهو الفكره انه انا دوما بقول له هذا مو شرط كل شيء بشوفه نقلده. وسام بيك وسام بيك حبيبي، هو حرام الله يرضى عليه كثير اجتماعي ابني، وكثير بحب الرفقات بحب الناس. هلا انت بتقولي لفكره كثير هيك مهمه، انه احنا ما بننتبه لها بالعائله، الصديق السيء ممكن مو بس يكون صديق، ممكن يكون قريب بالعيلة. احنا كتير مشاكلنا بالتربية هلا صارت، خاصة البيوت العيلات كبيرة عايشة فيها، فالخال والعم تبع انه سب فلان احكي على علتان وفكروا انه هيك عم يدعموا الولد، بتصير الولد ما بسمع كلمة حدا. تمام، فهلا هذا الفكرة اللي عم اقولها، انت ما فيك تمنعه انه يحكي مع هذا الولد او تمنعه انه يرافقه، بس بتقول له تصرفه هذا ما بصير تعمله، ربما يكون عنده تصرف ثاني حلو هذا الطفل، ممكن يكون بيسمع كلمة امه كثير بس هو بيحكي الفاظ مو صحيح. تماما، فانا بمنعه يعمل شيء او على الاقل بنصحه انه ما بصير تعمل هذا الشيء وما بصير نقلد كل شيء. طيب بهالعمل انت شايفه انه عم تجاوب ولا رغم التقليد عنده عم تخلي تطغى على القصه؟ بعض الاحيان عم تتغلب، وبعض الاحيان بيراجع نفسه وبيفكر لحاله، يعني انا عم بخلق عنده محاكمه عقليه انه كيف انت قادر تقيم هذا الشيء صح ولا غلط. اي باقي الاراء تفضلوا. هلا بحكم اولادي كانوا لساتهم باعمار اطفال بريئين، يعني كل شيء عم يطلع لسه ما كثير تعمقنا بموضوع الرفقه السيئه زياده، يعني نعم. لساتهم باعمار يعني بتحس يعني حتى هنهم يعني بنفسهم محددين الرفقات اللي بدهم اياهم، مثل ما قلت لك يعني بيميلوا اكثر شيء للي بيرغبوا للشغلات المشتركه بيناتهم. هلا اكيد انا بعرفهم. طيب هلا انا برجع للنقطه اللي دائما عم تهربوا منها، إذا ابنك أو بنتك هلا قالوا لك اليوم لدينا صديق وأنت اكتشفتي إنه صديق مو منيح، شو بتعملي؟ هلا أكيد بدنا نورجيه ليش، هلا بدنا نقول له لا بلالك هالرفق. هلا مثال ما في مثال حي؟ لا عم أقول لك هلا هو ايه؟ أنا ما بعرف أعمار أولادي لساتهم فئة عمرية لسه ما كثير يعني ألعاب طفولية، يعني شيء بريء بيطلع منه. نعم ما كثير. هلا هداك من فترة إجا ابني حكى كلمة لقطة من برا عم يلعب مو منيحة. طيب وقت سمعته منه قلت له وين سمع لهي؟ قال لي فلان حكى، هو ولد هلا بس مو رفيقه، هذا بعرف الولد وهو ما حكى. قلت له بتعرف شو معناها؟ قال لا. قلت له ماما هي كلمه مو منيحه ما بصير تحكيها، ما بدي اسمعها. اتفق معك بهذا الامر، اذا ضل عندي راي ما حدا حكى في قبل ما ارجع عند ام كرم، في شي راي ولا بينطق؟ نرجع لعند ام كرم، ثلاثه البركه احكي لي عن امثله عن هذه الثلاثه. شو السؤال؟ هو السؤال سؤال، هل انت عانيتي من مشكله انه ابنائك صادقوا اصدقاء انت ما حبيتيهم، شفتي اشخاص مو مناح ولما قلتي لهم هالشيء كيف تعاملتي معهم وكيف هن تجاوبوا معك؟ هلا ما قلت لك هن ثلاثه وكل واحد عقليته مختلفه عن الثاني تماما، يعني انت بتقولي كانه انت ما انك مربيهم نفس التربيه، كل واحد عقليته مختلفه. المهم الكبير نضيف للشعر بيت كما تقال امثالنا العظيمه البطن بستان. ايوه. فالكبير ما بيسمع الكلمه، ما بيرد، بيحب ما بيرد ابدا، ما بيرد، بيحب هو يجرب. ايه هلا انا ممكن اعزي هذا الموضوع لإلي انا، انه وقت اللي كان صغير انا كنت خليه يجرب كل شيء. طيب تحت عيني، يعني يجرب كل شيء انه مشان تقوى شخصيته. ايه تمام، فهو ما بيقتنع لحتى يجرب. طيب هلا كرم بما انه لساته بميوعه الصبا وسن المراهقه كما يقول المثقفين، كيف تتعاملي معه؟ كرم بيسمع الكلمه، يعني كرم بتقول له لا تحكي مثلا مع فلان لانه مثلا عمل هيك او سوى هيك، فبيقول له يعني بيحاول انه هو يخترع له اعذار بس بالنهايه بيسمع الكلمه. يعني بيقتنع معك بوجهه نظرك؟ يعني مبدئيا، بس اذا طالت القصه لا بيرجع بيحكي معه. تماما. هلا هذه الاراء الجميله يعني شكرا لكم عليها. هلا بدي اسالكم يعني احنا في شيء ممكن نعمله او هيك شغله مثال اخير تحكوا لنا اياه له علاقه بهالموضوع؟ انا
بدي نوه لنقطة، مو المهم انه نفرض رأينا على الولد انه لا لا تحكي مع هذا او هاي، لازم نبين له السبب. يعني انه لا تحكي معه او رفيق معه منيح انه عم يعمل هيك 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 وهالشي غلط. صح. اما اجي اذا ابني بده يحس انه انا عم افرض رايي عليه، لا وانا بدي اياك ما تمشي مع هال، لا اساسا هذا الجيل ما بيقبل تفرضي رايك عليه ابدا. ايه يعني هذا الشيء غلط، في اسلوب الواحد يتبع اسلوب معين الاقناع، يعني اذا ما تمام ما بيقبل، يعني ما ايه ما راح يقبل. ونحن بجميع الاحوال غايتنا من وجودنا اليوم ان احنا نحكي بهالتفاصيل هيك على بساط احمدي، اولادكم يحكوا وانتوا تحكوا وجمهورنا يسمع، وبالاخر كل التربيه بتضل اساليب ممكن تختلف، بس هدفنا واحد دائما اللي هو انه اولادنا يكونوا باحسن صوره، اليس كذلك؟ كذلك. لاجل ذلك صفقوا لحالكم ولاولادكم بالكنترول، اطفال وانتم صفقوا بالكنترول كمان، يلا يلا خاطركم هلا، وصلنا شيء؟ طيب لحظه سؤال 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 اخير سؤال اخير، كل حدا منكم قبل ما يفوت ابنه يحكي له كلمه، يوجه له كلمه. يلا كلمة كلمة لأبنائكم، ذكرنا ذكرنا ببعض. أي كلمة أنتوا أول كلمة بتخطر على بالك لما بتتذكر اسمهم؟ أنا بتمنى إن أولادي يشوفهم مثل ما أني حابة وبيعرفوا هنون، على طول بقول لهم بتمنى أشوفكم مثل ما أني حابة أشوفكم. تماما. أيضا كرومي أنا بحبك. نعم سأبكي تفضل. وما كمان وسام، أنا وسام بيك حبيبي، بحب اقول له انه هو اغلى حدا بالدنيا عندي ودائما بيعرف هو هالشيء. إيه. وبتمنى له كل الخير بحياته ويكون احسن الناس وانجح الناس. لابنائك واحفادك يلا. ابنائي واحفادي بتمنى اشوفهم من قريب لانه احفادنا كبروا بعيد عنا، وهذا الشيء بياثر علينا وبياثر على العلاقه بصراحه. شكرا جزيلا لكم جميعا، خاطركم رايحين نروح استروا ما شفتوا منا، سبوا لحالكم خاطركم. ختام حلقتنا لليوم، بحب اشكركم وتشكر كل متابعينا والاهالي والاطفال اللي كانوا معنا، نحن مجرد اضاءات بسيطه حاولنا من خلال علاقات الاطفال واهاليهم نسلط الضوء عليها، بنتمنى لكم لابنائكم صداقات جميله وممتعه وحياه اجمل، نلتقي على خير، كان معكم حسام غزير كراكوز وعواز، تابعونا، سلام.